وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة البترول وهيئاتها بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إيني الإيطالية وتسهيل نشاطها في مصر وتدليل أي تعقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة الإيطالية. وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول كلاوديو دوسكالزي، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصة في مجال التنقيب، وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل لصالح عملية التنمية. من جانبه أشاد رئيس شركة إيني بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من الرئيس السيسي. هاتفيا معنا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك. إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إيني الإيطالية وتسهيل نشاطها في مصر، كل هذا يعني بهدف التوسع في أنشطة مصر فيما يتعلق باكتشافات الغاز والتنقيب عنه، كيف رأيت هذا التوجه وهذا التوجيه من الرئيس السيسي؟ مؤخرا كانت العلاقات بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية علاقة ناجحة جدا، حتى من قبل النجاحات الاخيره اللي حققتها شركه إيني باكتشاف حقل الظهر والحقول الاخرى واخرها اكتشاف حقل نورس الجديد. ايوه، في امتداد حقل نورس الجديد انا بقولها بالضبط، ووصول احتياطي منطقه نورس الى ما يوازي تقريبا 4 تريليون هذا مكعب غاز. لكن النجاحات العلاقه الوطيده بين شركه إيني الايطاليه، ودي علاقة من قديمة الأجل، يعني نقدر نقول بدأت في أواخر الخمسينات من العقد من القرن السابق. أيوة. وكلها بنجاحات مقاطعة النظير، بدرجة إن علاقة مصر مع شركة إيني الإيطالية هي أعلى إنتاجية بالنسبة للزيت الخام وأعلى إنتاجية بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر. فهنا نقدر نقول ان ارتباط مصر مع ايطاليا بشكل عام، وطبعا توطدت العلاقه بشكل كبير جدا من ناحية سياسيه، ومن ناحيه اخرى ان تلاقي علاقاتنا مع ايطاليا بشان النهارده بقت منتدى دول شرق المتوسط للغاز، توطدت بشكل كبير جدا سياسيا واقتصاديا، وفي علاقات مميزه جدا بين الدولتين. وطبعا السبب الرئيسي هي علاقة قطاع البترول المصري بشركة إيني الإيطالية. نجاحات متواصلة مقاطعة النظير، إن شاء الله نأمل المزيد والمزيد في القريب العاجل. طيب، المزيد والمزيد يا باشمهندس، يعني بغض النظر أيضا عن شركة إيني وفقط، هناك خطة طموحة جدا للدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية يعني جعل مصر يمكن مركز عالمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. شركة إيني هي طبعا إحدى هذه العوامل، لكن هناك عوامل أخرى أيضا تجعل مصر مؤهلة لهذا المركز، ما هي؟ بص، مصر طبعا مؤهلة كأنها تتبوأ هذا المركز بما لديها من بنية تحتية عظيمة جدا، تعتبر من أعظم الإمكانيات البنية التحتية اللي موجودة في منطقة الشرق المتوسط جميعها بما فيها تركيا. لكن إحنا عندنا يعني أكبر محطتين إسالة موجودين في الشرق المتوسط، أو بمعنى أصح لا توجد محطات إسالة أخرى في منطقة شرق المتوسط سوى الموجودة في منطقة إدكو ودمياط. عندنا بنية تحتية ضخمة جدا تتمثل في شبكة متفرعة من الشمال للجنوب والشرق والغرب، وصل أطوالها النهاردة إلى ما يوازي 8000 كيلو متر، وده رقم كبير جدا. الشبكات دي بتؤدي إلى توافر الغاز شرقا وغربا وكيفية تداوله بين الشرق والغرب، ادى مصر المركزية الكبيرة جدا في تلك المنطقة، علاوة على ان مصر من الواضح على حسب المؤشرات الدولية ومكاتب المكاتب العالمية للجيولوجيا اللي بتتوقع ان منطقة الشرق المتوسط تعم في لديها مخزون ضخم جدا من الغاز الطبيعي، ومعظمه يقع في المياه الاقتصادية المصرية. أيوة. عشان كده كان التوجه معظم الدول إلى مصر
في استخدام بنيتها التحتية، استخدام العلاقات، استخدام ما لديها من إمكانيات معالجة، إمكانيات استيعاب إنتاج جميع الدول، إمكانيات تداوله وتصدير وعدد تصديره مرة أخرى إلى أوروبا، اللي هي تعتبر المركز الرئيسي باستخدامات الغاز الطبيعي المنتج في منطقة شرق المتوسط. حضرتك ذكرت يعني منتدى شرق المتوسط، طبعا هذا هام جدا. منظمه ابو زيد النهارده تحولت الى منظمه طبعا اصبحت صحيح فيها وضعيه قانونيه كبيره جدا في العالم. نعم كله. وهناك دول يعني تريد الانضمام او حتى بصفه مراقب لهذه المنظمه نظرا للنجاح الذي حقق حتى الان. بالضبط يعني بص يعني يعني في دول اخرى كثيره طبعا يعني قادمه في الطريق العاجل قريب العاجل زي سوريا وزي ليبيا، دي قادمة بما لا شك فيه، قادمة إن شاء الله تنضم إلى منظمة دول الشرق المتوسط، علاوة على الدول الأخرى الأوروبية اللي ليها اللي تأمل في علاقات تجارية مع دول شرق المتوسط من ناحية إمداد غاز شرق المتوسط لدول أوروبا، وبالتالي يبقى ليها الأولوية في استهلاك جزء من إنتاج دول شرق المتوسط بعد توصيله إلى أوروبا. ودي الميزة التجارية اللي بتتبوأها مصر، إن جميع الدول تسعى إليها النهاردة طبعا لحل مشكلة الطاقة لدى العديد من دول أوروبا. نعم بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل وهذه المداخلة المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا.